إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هنا يمثل الحياة الدنيا بماء نزل من السماء، مطر نزل من السماء اختلط به نبات الأرض، اختلط به نبات الأرض، اختلط بالماء ونزل الماء إلى جذوره ثم نبت، أو اختلط به نبات الأرض أي انتعش هذا النبات حتى تداخل بعضه مع بعض وصارت ألفافا، صارت جنات ألفافا يلتف بعضها على بعض. يقول فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يأكل الناس من الفاكهة والخضروات وغيرها، وتأكل الأنعام من القت والزروع التي تكون في الحشائش التي تكون في الأرض، تأكلها الأنعام. في شيء للأنعام وفي شيء للناس، مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، تزخرفت تجملت وزينت كما تتزين العروس، خلاص يعني وصلت إلى القمة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن بمعنى تيقن، تيقن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كما يريد الله تبارك وتعالى، فجعلناها حصيدا، جعلناها حصيدا. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الأمر عند الله جل وعلا كن فيكون وينتهي كل شيء، سبحان ذي الجبروت والملكوت والقوة جل في علاه. يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أي تيقنوا أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، أمر الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة أتلفوها. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. انتهى كل شيء، أحيط بثمره انتهى كل شيء. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فالأمر عند الله تبارك وتعالى يسير، كن فيكون، انتهى كل شيء بالنسبة لرب العزة تبارك وتعالى. يقول أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي تالفة، كيف الأرض المحصودة حصدها غيرهم، حصدها الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هل هذه هي التي كانت في الأمس؟ هل هذه هي التي كان فيها الزخرف وزينت كأنها العروس؟ هذه هي تلك؟ هل يعقل هذا؟ في لحظات نمنا استيقظنا لا شيء، أين جنتنا؟ لعلنا دخلنا جنة غيرها، لعلنا أضعنا المكان، لا يمكن أن يكون مثل هذا. لكن عند الله تبارك وتعالى كل شيء جائز، كل شيء ممكن.
سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نفصل، نبين، نوضح، نبرهن. نفصل الآيات، سواء آيات القرآن هذه التي نتلوها أو آيات الله القدرية، أفعاله وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. نفصل الآيات لعل لقوم يتفكرون. إذا لا يستفيد منها إلا الذين يتفكرون، أما الذين داجون لاهون لا يدرون عن شيء فلا يستفيدون من هذه الآيات، وما يعقلها إلا العالمون، هم الذين يستفيدون من هذه الآيات وبالتالي يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا. يعني اعتبروا مما رأوه من ذهاب هذه الجنة التي كانوا يتمنون يعني حصدها.